الحديد بيقولوا التزلج المائي، يعني مثل سكينوتيك بس اوفيت على بتنعمل على لوحه واحده بلانش واحده مش عارف ايه، وشبيهه كثير للسنوبورد بس على المر. صرنا بنعمل نحن صغار، بس قد ايه صرنا من 97 نعمل يعني فاتحين الكلوب. والويك بورد اجمالا اجدد، يعني اجدد سبور بالنسبه للووتر سكينج، وكل السنوبورد وكل اللي بيعملوا سنوبورد اجمالا دغري بيجربوا، يعني بيجربوا يعملوا ويك بورد ما بيجربوا يعملوا سكي، واللي بيعملوا سكي على الثلج بيجربوا يعملوا سكي، وبنعلمهم ويك بورد بحبوها. والفرق بين الويك بورد والسنوبورد انه هو تقريبا زيت في عندك زيت التريكس، بيعملوا زيت التريكس بين فليبس و 360 و 180 و 540 تقريبا، يعني هلا بيعملون تريكات على الثلج بيعملون على الماء، بس اكيد الفرق بالتقليعه والفرق بالكنترول، فرق بالتقل كيف بتعمل ريبارتيسيون للتقل اذا بتطب لقدام او بتطب لورا، هذا الفرق بين سنوبورد وبيك بورد. بس اجمالا هلا بيعملوا سنوبورد بيتقدموا بسرعه على يعني اجمالا اول مره اما مرتين بيطلع على الماء، وتيتقدم حسب هو قد ايه سبورتيف وقد ايه لين، يعني قد ايه بيلاقي فيها سهوله. هلا هي ما فيها شيء، ما فيها ولا اي مخاطر، عشان هيك اللي بياخذ ريسك هو اللي بيتقدم. حسب الواحد اذا عامل قبل سنوبورد او شيء، يعني اذا عامل وبيعرف يعمل سنوبورد حسيتهم انه شيء مرتين ثلاثه بعد بتزبط ليصيروا يزبطوا الفليبس. الفليبس تقريبا مثل السنوبورد، في عندك باك فليب وسبين 360 وهيك، يعني بده الواحد بحدود 10 مرات 11 مره هيدا اذا عامل سنوبورد ليصير يقدر يعمل سبين. فيها كتير ريسكس مثل غير شيء، مثلا على التلج يمكن تلتقي بحجرة تكسر ايدك او شيء، بس هون ماكسيموم بتوقع على المي كمأزية، بس انه ما فيها كسر ولا شيء، في تلبيعة مثل غنو كافي.